تزوج حاجيات البدن، وخلق الروح فيك وجعل لها حاجيات، ومن أهم حاجيات هذه الروح هو أن تجعل لها صلة بخالقها. عندك يسحب لك الروح ديالك تنشط من غير تضرب الفان بلون، ولا من غير تضرب شي ويسكية دايرة 8000 درهم ولا دايرة 9000 درهم. عندك يسحب لك هادشي، هذا هو اللي غادي يجيب لك النشاط. والذي لا رب سواه، إنها ساعة وإن كانت ساعة فرح وسرور كما تقول، فإنها ساعة فرح، ساعة فرح وسرور مع الشيطان، ثم سرعان ما ترجع إلى ندم أكبر من الندم الذي كان عليك قبل أن تفقد عقلك بشرب هذا الخمر. الرجوع إلى الله عز وجل هو الحل، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والبكاء بين يديه سبحانه وتعالى والتذلل له سبحانه وتعالى هو الحل لهذه الهموم التي تعيشها أخي الكريم وأختي الكريمة. لأن هذا الروح هذه والذي لا رب سواه لن ترتاح ولن تجد الطمأنينة معها إلا إذا أرجعتها إلى بارها. أنا شكون خلق هذا الروح هذه؟ أتبقى تحمقك ديك الروح، أتبقى تنقذ بك هنا وتنقذ بك هنا وتنقذ بك هنا، حدك تربطها مع مولاك غتلقاها ارتاحت وتكالمات. لا والخمره خويا تجلب الفرح، تجلب السرور، فرح مزيف، فرح مغشوش، سرور كاذب، وقت دايز. قل بفضل الله يا الفرح، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الفرحه الكبرى هي انك عندما تلقى الله عز وجل وصحيفتك بيضاء. دابا يجي تقولك وانا غير ما ديش ديال عباد الله وانا راني بخير مع مولانا، ياك اخويا واش ربي عطاك شي ضمان انك غير ما ديش ديال الناس ودير اللي بغيتي مع ربي سبحانه وتعالى وانت راك بخير معاه؟ اي بعد منك هيك حل الراس، اما لقيت مني المولاي يا ربي يرحمني ويغفرني، ربي يرحمني ويغفر لي. وشوف احب انسان لك ولله المثل الاعلى في هذه الدنيا كلها هي امك، وسير تهلا في مراتك وسير تهلا في نسابك، وجي عند امك سمع على الهضره، وجي عند امك عمرها بالشكاوي، وجي عند امك ما تعطيها حتى ريال. شوف واش امك اللي ولداتك من كرشها غتحن فيك؟ ما غتحنش فيك، تبرى منك، سيري مسخوط الوالدين، سيري مسخوط الوالدين، البراني يلقى فيك الخير وانا ما لقاش فيك الخير. ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. انا ربي سبحانه وتعالى ما بينش هذا الامر هذا. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. تجد الإنسان يعظم البشر ويحترم البشر ويصادق البشر ويتودد للبشر ويحب البشر ويعطي البشر وينسى رب البشر سبحانه وتعالى.